أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة عبر أثير الصرايا الإخبارية. في هذه الحلقة يسعدني ويشرفني أني أستضيف الإعلامية المميزة والمميزة جدا كاثي فراج. أستاذ كاثي، أهلا وسهلا فيك، نورتيني صرايا اليوم. أهلا وسهلا فيك وشكرا على هاي الفرصة اللي أتحتوها أكون معكم بصرايا. في البداية اسمحي لي أنه نحكي عن البدايات والتحديات اللي واجهتيها. يعني إحنا أنا هون بصرايا دائما المعلم طبعا هاشم الخادم موجه تحيه ابو زيد بيحكي انه الشخصيات القويه والشخصيات المميزه والناجحه تولد من رحم المعاناة. فاحنا حابين نعرف هذه الاعلاميه المميزه، شكرا، شو التحديات اللي واجهتها وبداياتها كيف كانت؟ هلا هناك العديد من التحديات بتواجه اي شخص حاب يمارس مهنه الاعلام بالاردن، منها قله القنوات اللي انه تلتحق فيها، ولكن هاي المعاناه او هذه التحديات بتصنع منك شخص مميز، شخص انه انت يعني تخلصت من هذه التحديات بسبب عزيمتك واصرارك انك انت توصل له. هي اكبر تحدي للاعلاميين الاردنيين هي قله الاماكن او قله القنوات، خلينا نحكي لانهم يلتحقوا فيها حتى يمارسوا العمل الاعلامي. بحكي انه دائما الحمد لله انه كنت اتواجد بكل قناه، يعني اي نعم يعني استصعب لاوصل، ولكن الواحد بوصل، ودائما بحكي انا يطلع الواحد شوي شوي بثبات احسن ما يطلع بسرعه. هل بعمرك تحاربتي؟ يعني تحاربت او ما تحاربت، انا ما بتطلع هاي الامور، انا بتطلع على انه بشوف كاتي كيف كانت وكيف اليوم، وهذا الاشي بركز عليه وما بسمع. يعني الواحد اذا بده يسمع السلبية بتجذبه للاسفل. صحيح. خليك منطلق، اللي بده يحكي يحكي واللي بده يحارب يحارب، في دايما رب هو اللي بنصر الحقيقة في الاخر. 100% ست كاتي، احنا بالاردن محظوظين انه نملك مجموعة من الاعلاميين المميزين، خلينا نحكي على مستوى الوطن العربي. نعم. من وجهة نظرك ومن خبرتك طبعا، مين الإعلامي الأكمل في الأردن؟ كل إعلامينا مميزين، وكل إعلامينا الأردنيين على قدر كبير من المعرفة والثقافة. أنا دائما بحكي حقل الإعلام عندنا بالأردن هو زي الحديقة، كل إعلامي أو إعلامية هو زهرة مختلفة، إلها رونقها، إلها شكلها، إلها تميزها، فكلهم كاملين وكلهم ما شاء الله عليهم. كيف تتعاملي مع النقد وخصوص النقد السلبي؟ هل بيأثر عليكي؟ أنا بحب النقد البناء، النقد السلبي ما بحب أسمع له. بس أكيد يجيكي نقد سلبي. إيه رأيهم، وأنا بحترم جميع الآراء، ولكن بالآخر بسمع لصوتي أنا، بسمع لآراء المحبين لإلي، وهم المحبين لإلي هم يعني قلة قليلة وبثق فيهم، فمن خلال أصواتهم بأخذ النقد. جميل. هل تعتقد اليوم بأنه المكانة التي وصلت إليها تستحقيها ولا تطمحي؟ هلا بكذب عليك إذا بحكي لك الواحد طموحه يقف إلى مكان معين، دائما الطموح لازم يكون كبير ويتطلع للأفضل دائما، ولكن أنا من المحظوظين إني في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وهي كل إعلامي أردني حلمه إنه يمر بهذه المؤسسة، لها دور كتير كبير بشخصيته. بعدين أنت لما تكون بهذا التلفزيون أنت بتوجه رسالة سامية مختلفة، هلا الرسالة بدها تكون على قدر من الانضباط والوعي، لأنك أنت الكل عم بسمعك، الكل عم بيتابعك. فأنا الحمد لله علي أنا فيه، ولكن الواحد يطمح دائما طبعا. كونك بنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وهي شاشة الوطن الأولى طبعا، شفنا رمضان الماضي الدورة الرمضانية. نعم. شو رأيك بالدورة الرمضانية التي عرضت على شاشة التلفزيون؟ دورة انعملت بجهد بفترة قياسية، الأرقام أثبتت أن المشاهدات عالية حتى على المواقع الإلكترونية لشاشة التلفزيون، الأرباح من 11 سنة ما أجت لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، كل هذا بجهد الإدارة الجديدة. وشاشة التلفزيون بالرغم من كل الأصوات هي الشاشة الأولى أردنيا، ويعني حتى الأرقام أثبتت ومركز الدراسات أثبت أنه 50% من الأردنيين بيثقوا بالشاشة الأولى، شاشة التلفزيون الأردني. رأيك بأداء طبعا المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون عطبة إبراهيم البواري في وضع الخطة، تطبيق الخطة والنجاح اللي أنت حكيت عنه؟ شوف أنا من مكاني ما بقدر أقيم أي حدا بغض النظر، ولكن الجميع شهد للإدارة الجديدة بالنقل النوعي اللي أصبحت على شاشة التلفزيون الأردني، ونطمح للمزيد، ودائما إحنا ما بنحب نقف لمكان معين ولكن نريد الأفضل، والحمد لله بالأرقام. يعني عشان تجدوا لك اللي بدها تجامل إدارتها ولا تمسح جوخ زي ما بيحكوا، لكن الأرقام أثبتت قديش هاي الإدارة يعني عملت نقلة نوعية بشاشة التلفزيون الأردني. برأيك
هل بتشوف انه النقد كان نقد قاسي لمسلسل مشوح ام لا؟ عادتك تجيب لي هون. شوف انا بحترم جدا اي تجربة اردنية، والشباب عملوا هذه التجربة، ولازم نوقف مع اي شخص عنده حلم وعنده شيء يريد تقديمه. هلا اي نعم نخفق في اماكن وننجح في اماكن اخرى، ولكن الواحد مش عيب يجرب، ولازم احنا نقف بجانب اي شخص عنده حلم او هدف او طموح. كانت النقد او كان النقد لهذا المسلسل قبل ما ينعرض، صحيح. طب احنا خلينا نشوف بعدين بننقد. هلا الاسامي الشباب اللي كانت موجوده من المخرجين والكاتبين المحتوى وحتى الممثلين كلهم اعزاء جدا، ولكن تجربه تحتمل الفشل وتحتمل النجاح باي تجربه. فاحنا دائما خلينا نشوف قبل ما ننتقد، وتجربه تحترم بالرغم من ما جرى، ولكن بالنسبه لهم كم كمثلين، ولكن انا بشوف انها تجربه تحترم، ولازم احنا نشجع ابنائنا اللي عندهم مواهب بشكل عام. ست كاتي، انت من الاعلاميين القارئين، وانا متابع لك على الانستغرام طبعا، ويشرفني هذا. الله يسعد قلبك، شرف لي. بشوف دائما انه انت بتنصحي متابعينك انه يقراوا الكتب، يقراوا القراءه، وحتى انك بتخصصي جزء من يومك للقراءه. بعد كل هالمدة من القراءة، شو اللي استفدتي من القراءة والكتاب الأقرب لقلب كاتي فراج؟ أنضج كاتي فراج صارت مع القراءة. يعني أنا دائما بحكي، أنت عم تسألني الأسئلة عم تطلع، لو لما الواحد قارئ بعرف شو يدبر حاله، دائما بحكي، ولكن لما الواحد يكون قارئ بيكون على قدر من المعرفة والثقافة، وبيكون قادر إنه يتواصل مع الناس، بتزيد من الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي لدى الشخص. أنا بحب كل الكتب وبقرأ العديد من الكتب وحتى العناوين مختلفة، ولكن الكتاب الأقرب إلي كان فرصتنا الأخيرة نحو السلامة جلالة سيدنا. يعني كتاب مهم جدا، لازم كل شبابنا الأردني يقرأه، لأنه بحكي لك الأردن قديش مر بصعوبات، ولكن لساته ثابت ولساته يعني مكانه. هذا بدل على أنه عندنا قيادة حكيمة، عندنا جيش يحمي، عندنا شعب مآمن بقيادته وجيشه، هذا الإشي المختلف. على ماذا تندم كاتي فراج؟ ما في إشي بندم عليه، أنا الأشخاص اللي بندمش على إشي أبداً، ما بحب أندم، بحب أجرب حتى عشان ما أندم، ولكن أنا حذرة عشان هيك ما بندم. يعني نادراً ما أخذ خطوات هوجاء. تحسبي قبل ما؟ بحسب، وبحسب كثير عشان ما أخطو أي خطوة أندم عليها. إن شاء الله ما بندم على إشي، ولكن لا، ما في إشي بندم عليه، لأنه بحسب خطواتي منيح. طب أكبر مخاوفك بالحياة؟ الفشل. الفشل الكل بخاف منه بأي إشي، مش فقط بالعمل، يعني الفشل بالحياة، الفشل بأي إشي، لأنه صعب، خصوصا الواحد لما يكون عنده طموح وعنده هدف. ولكن أنا حتى ما بحب أسميه فشل، بحب أحكي له ما زبطت عشان الواحد ما يحس كثير بالألم، ولكن دائما هو هذا الإشي الوحيد اللي بخاف منه، والواحد يفقد الأعزاء حواليه. طيب بدنا نحكي عن قدوتك بالحياة، اللي أنت يعني كاتي فراج مين تقتدي؟ كتير ناس بقتدي، وأي حدا ناجح بقتدي فيه، أي حدا عنده فكر، عنده هدف، عنده أي إشي ما عندي إياه بقتدي فيه. وكل ما كان في تنوع بالقدوة، كل ما كنت أنت قادر أيضا أنك تكون متنوع. حتى مرات تقول لك أنا بدي مثلا قدوتي فلان، لا، حاول كل واحد ناجح خد منه قدوة، خد إشي اللي بيشبهك حتى أنت تنجح أكتر وأكتر. يعني ما في مثلا نمبر ون بالنسبة لك كقدوة؟ ما في أكثر من الناس، فبحكي لك يعني بالشغل شغلة، بالحياة العادية شغلة، فلا بحس في تنوع بالقدوات. في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي إحنا مش منها عنها، شايفين شبابنا وطموحهم، وفي ناس يقول لك يعني مستحيل مثلا أوصل والطريق مش مفروش بالورد، شو رسالتك للشباب؟ شوف، الوضع الاقتصادي الصعب عالميا مش بس بالأردن، وتحديدا بعد جائحة كورونا للأسف صار في تراجع بالأوضاع الاقتصادية عالميا. ولكن أنا دائما بحكي الواحد لازم يحاول يطور من حاله، ما يستسلم لأي ظروف موجودة حواليه. الإيجابية مهمة. هلا بحكي لك بعض إنه مندعي الإيجابية، ولكن لا توجد إيجابية. أنت بتقدر تخلق فرصة لإلك
مبدئيا بانك تقرا تطور من حالك. في هناك العديد من الدورات مجانية على الانترنت، دايما كون جاهز لانه ما بتعرف ربنا امتى بيبعث لك الفرصة اللي انت بتتمناها، فدايما كون جاهز ومشتغل على حالك حتى توصل للي بدك اياه. الظروف طول عمرها صعبة على فكرة، مش بس اليوم. اذا بدك تيجي جدودنا كانت عندهم اوضاعهم صعبة، اهلنا كان عليهم اوضاع صعبة واحنا علينا اوضاع صعبة، ولكن احنا بجوز متوفرت لنا اشياء اكثر من اللي سبقونا، ممكن نبدع اكثر. الناس اللي بتبث طاقة سلبية على السوشيال ميديا، شو بتحكي لهم؟ خصوصا انهم يعني حتى مثلا على سبيل المثال، وانا عانيت من هذا الشيء شخصيا، لما تكون طالع بتلقى زي ما يقولوا قوة الشد العكسي، مستحيل تصل، مستحيل يعني تحقق اللي بدك اياه. شو تقول للناس هذول؟ خليه يشد لحاله، خليه هو لحاله شد عكسي، انت خليك لقدام. لانه اذا بدك هلا اليوم انت بمكان يعني جوز 100 شاب بتمنى يكون مكانك، بس لانك انت ما سمعت لهي الاصوات السلبيه وصلت واشتغلت وتعبت على حالك. حتى وانت بتجهز مع هذه المقابله بتحكي لي احنا حابين تكوني معنا، عارف عني كل شيء. فانت لما تروح كضيف رايح على محاور عارف عنه كمان، هذا بضيف له. فكمان الواحد لازم يشتغل على حاله، ما يسمع لاي حدا ولا لقوه شد عكسي ولا اي حدا تاني. اذا الواحد عنده عزيمه واصرار بضلوا طلع قدام، لما تطلعوا لفوق هذول خليهم لتحت. أعطتيني إيجابية. لا تطلع دائما، تطلع على فوق جدا. أنا دائما بحكيها للكل، ما تطلع اللي على مستواك، خليك لفوق. طول ما أنت متطلع لفوق، طول ما أنت بتشحن حالك إني بدي أوصل، ما يخلي عندك أي دافع إنك تطلع لتحت. إذا أنت طلعت على جبل وطلعت لتحت ترى بتدوخ، إذا مطلع لفوق تقول أنا قادر أوصل. وهذا الشيء إحنا بدنا إياه. كنا بنعرف إنك بنت الصلت. الصلت بالنسبة لك؟ السلط هي مدينة بحبوها كل الأردنيين، وهي زيها زي أي مدينة أردنية، كلنا بنفتخر فيها وكلنا بنحب مدننا الأردنية. يعني أي نعم أنا بنت السلط، ولكن أنا بنت الأردن. أنا بفتخر لما أشوف ابن الجنوب وابن الشمال بفتخر فيه، زي ما أهل السلط وأهل الوسط بفتخروا فيه. أنا بنت كل الأردن، ودائما بحكي كل هذه المحبة الموجودة من كل أرجاء الوطن هي لأنه كلنا نحن من بدنا هذا الدعم والمحبة من الجميع. أنا أعوذ بالله من كلمة أنا طبعا. إلي أصحاب كثير، أنا درست بالجامعة الأردنية وإلي أصحاب كثير سلطية. أوكي. فعندهم السلط رقم واحد. حتى الإعلاميين ما شاء الله اللي بالسلط. بدي أسأل عن شو سر الكيمياء الغريبة اللي بين هالمدينة وبين الناس. بيحكوا له إنه السلطة لما تفوتها فعلا تحس إنها مش مجاملة، تحس إنها قطعة من الجنة ينشرح قلبك يعني. شوف لو سألت هذا السؤال لابن الكرك رح يقول لك الكرك وبس، ولو سألت ابن إربد رح يقول لك إربد. كل حدا بربى في مدينة بشوفها أحلى مدينة. السلط حالها حال باقي مدن مملكتنا الحبيبة، الوئام والعيش المشترك والمحبة الموجودة فيها. بتحس إنه هاد إحنا، هيك تربينا وهيك أنشئنا، فبضلك يعني بتنجذب لهذه المدينة. رحت على الكرك ورحت على الجنوب ورحت على الشمال، إربد، جرش، كل هذه المحافظات وهذه المدن فيها نفس هذه الصبغة. فكل مدينة لها تميزها، كل مدينة لها جماليتها. فزي ما السلطية بحبوا السلطة، أهل معان بحبوا معان، أهل العقبة يعني جرش وعجلون والمفرق والزرقة، فكل حدا بحب مدينته. وهذا لا يعني بدل على قديش نحن متأصلين في بعضنا البعض. يعني إذا إربد شكت تفزع لها الجنوب قبل أهل إربد. فهذا التماسك كمان نحن اللي موجود عندنا بالأردن بيميزنا نحن كأردنيين أيضا. فأنا محسوبة على الأردن كلها مش على السلط بس. طبعا في مناسبة وطنية عظيمة جدا، فحابين نعرف كلمتك اللي بدك توجهيها لسمو ولي عهد المعظم بمناسبة عقد قران. فاجأتني بهذا السؤال، بس ألف مبروك لسمو ولي العهد ولجلالة الملك والملكة، إن شاء الله يربي يبعث لهم الأيام الحلوة، ويعني أمير القلوب ومحبوبنا، فإن شاء الله يربي تمام على خير. طبعاً إذا يسمحوا لي كادر سرايا بنبارك لسمو ولي عهدنا المعظم الأمير حسين بن عبد الله الثاني بمناسبة عقد القران، وإن شاء الله بالرفاه والبنين والأيام الحلوة على قولة الشعب الأردني. أكيد. رسالة منك. وانا كثير رسائل اليوم، بس انا استفيد اكيد استفيد من الارقام الاعلاميه. الله يسعدك. سألنك لمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بحكي لهم بحبكم كثير ولولاكم انا اليوم مش هون، وبتمنى دائما اضلني على يعني على قدر هاي المسؤوليه والمحبه اللي بتحبوني اياها. اعزائي المشاهدين، لهون بكون وصلنا لنهايه حلقتنا مع الاعلاميه
المميزة والمتألقة كاتي فراج. طبعا أسعدني وجودها. كونوا معنا في محضر جديد وفي حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.